في ختام زيارة أشرف خلالها حفظه الله على تدشين وإعطاء انطلاقة عدد من المشاريع التنموية، ولدى مغادرة العاهل الكريم مدينة الدخلة استعرض جلالته تشكيلة من الحرس الملكي أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على جلالة الملك ولجهة الدخلة وادي الدهب عامل إقليم وادي الدهب السيد لمين من عمر ورئيس مجلس جهة الدخلة وادي الدهب السيد ينجى خطاط، كما تقدم للسلام على جلالة الملك عامل إقليم أوسرد والقائد المنتدب للحمية العسكرية بالدخلة ورئيس المجلس الإقليمي لوادي الدهب ورئيس المجلس الجماعي للدخلة ورئيس المجلس الإقليمي لأوسرد وممثل الهيئة القضائية ورئيس المجلس العلمي المحلي وممثل السلطات المدنية والعسكرية.